هذا اللي عم يقدم جنب التيل؟ ما بعرف. من شوي شفت بدوي جاي ناحيتي، يمكن هو اللي عم يقدم. يا الله، قديش صار لي ما سمعت أذان. صوته حلو كتير. ايه والله الصوت مو غريب علي، ما بعرف. تعرفي، بدي اقول لأبونا يبعت حدا من الأخوة يفوتوا على الدير. خطي حرام، القرنة برا مليانة تيابي وطباع. الله يجزيكي الخير، ويمكن يكون جوعان كمان. الصبر مفتاح لأبواب الفرج. جماعة أمنونا شوية سلاح وشوية رصاص. إن شاء الله يكونوا أمنونا شي كم بمبا. إيه، أمنونا صندوق 150 واحد. الله يا سلام. السلام عليكم. أهلين. مساء الخير. مساء الخيرات يا أهلين. أبونا الخوري بيسلم عليك وبيقول لك تفضل لعنده على الدير. خير إن شاء الله، لا تكونوا متضايقين من قعدتي هون. لا أعوذ بالله، بالعكس، بس أبونا الخوري حابب تشرف لعنا على الدير مشان نقوم بواجبك، يعني مشان تتعشى وتنام عنا، لأنه القرنة هون مليانة طباع وديابة وحرامية. كتر خيركم عمي، تعودنا على العيشة بين الطباع والديابة، وإذا كان على العشاء تعشينا والحمد لله. سلمنا على أبونا الخوري وقول له كتر خيرك. أبونا ما رح يرد على الحكي بنوب، وهلا رح تعذبه ويجي بنفسه لعندك عشان تروح معه. لا أعوذ بالله، شو هالحكي، أنا بيجي براسي، تبكي بس. عنك أعوذ بالله. يا عيب شو منا؟ يا عيب شو منو؟ يلا، فضلوا فضلوا. مزرعة أبو محمد، والله هي ما في غيرها. وهيك منخلص منه نقشي لفي. شو وضعنا؟ ويسرد؟ لا لا، ما في شيء قد معجوب، والله ما أفكر بحال الدنيا. عمي خليك انت هون استناني، ما بطويل، مشوار صغير. انا بدي استنى وفيها لحتى ترجع هي والحريم من العرس، لانه محجوب راسه وواجعه وصار له كم يوم تركب ولا. لك اخي ما بده شيء، لف له على راسه منديل وقفل له يا ماكن بالمفتاح بطيب. السلام عليكم. السلام. ونحن ما قصرنا بنوب، واللي بدي اياه منا انه ما تمد ايدك على حرمتك وما تحكي معها ولا كلمه زعلها. بس هي شلون بتعطي المفاتيح لعبده؟ لك يا عمي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الحق مو على حرمتك، الحق على اخوه. بس هي يا عمي. يا ابو عجاج شو بنا؟ قلنا لك الحرمه ما لزم، وما كان قصده تحصيلك امر. اي والله امرك عقيد، ذاتا انا ما تعودت اضرب حرمتي، وعمي ابو محمد بيعرف هذا الشيء. اي نعم، ابو عجاج زلمه معدل وما في منه. اي والله انعم واكرم. اي سيدي نرجع للأهم. تفضل فهد. نحن الليلة لازم نجيب سلاح من عند الجماعة، لأنه ما فينهم يخلوه عندهم أكثر من هيك. لعيونك عقيد، الشباب كلها جاهزة. إي نعم، أنا جاهز. لا عمي، دولا جيتوا من المزرعة الله يعطيكم العافية، روحوا على البيت اتحمموا وارتاحوا، ولا بنشوف بعض البضايات يروحوا على المشوار. خلاص، أنا عندي كم شب عم يستنوا بالدقيقة نكلفهم بهيك شغلة. ونحن كمان جاهزين. إي نعم. أحلى بضايات. أنا يا سيدنا حابب نام على الأسطول. ليش يا ابني؟ في عنا غرف كتير وعنا تخد وفرش بالحمد لله، الدنيا هون باردة. الله يبارك فيكم، بس مثل ما سبق وقلت لك، صار لي سنين وايام محروم من شوفة هالسما، فخلوني انبسط بهالنومة، شوف السما وحس بالأمان. مثل ما بدك، بتعتبر حالك ببيتك وبين أهلك وناسك. عليم الله، ومرتوني بلطفكم وبكرمكم، مثل أهلي وعز. طالعوا له فرشة على السطح. يلا تصبحوا على خير. انت بخير. تلاقي الخير. تفضل تفضل. اسم الصليب عليكي، ليه عم تبكي؟ صوت الزلمه اللي كان عم يقدم ذكرني بالحاره وباهلي بجوزي. صوته بيشبه صوت جوزي الله يرحمه. مالي حبيبتي، هي لانه اول مره بتسمعي الاذان من بعد ما طلعتي من الحاره. يمكن. يلا حبيبتي تعوزي من الشيطان ونامي. يلا. يا ترى رويدة بتكون فايقة هلا ولا نايمة؟ وإذا كانت فايقة بتكون عم تفكر فيني؟ بس أكيد قلبها بيكون حاسس إني صرت قريب منها،
وأمي وأبي أكيد قلبهم بيكون حاسس إني صرت قريب منهم. يلا هانت. خذ هي ابن عمي. قال جماعة كتيرة وبقاحة كبيرة، المفلوقة والمطبوقة وبزاق الدم وأبو شوشة. ومين كمان يا حذرتك؟ مين؟ فقاشات المغنواتية. شو هنن؟ وفي عم صعبية كتير؟ عبدو فكر شوي تقبرني. ما فيني عم فكر مقروق أنا، وفي بيني وبينك أنا نومت محجوب معنا صارت تقرقني. أنت الحق عليك، معليش يعني. الحلح لي حالك واسمو لهالبيت، نعطي غرفة لمحجوب وغرفة اللي قولك ابن عمي. شبنا عبدو يا عبدو عبدو نزل هون شوي. شو بده هلأ هاد؟ يمكن جاي مشان المفاتيح. ايوة هلأ وقته انه هو المفاتيح. عبدو اسمع شو بدي قولك، اذا بيحكيك الكلمة بترد له اياها عشرة. عم تفهم علي؟ ايه ماشي. اطلع على شوف. ولا خير شبك صوتك ملعلعة. لك انت مو عيب عليك ترفع ايدك على عمي ابو محمد؟ لك ايش كان ما بدك تعمل له كرامه لاله؟ عمل كرامه لاخوه. لك انت بتعرف عيلته بالضيعه اذا دري واللي صار؟ شو رح يساوي فيك انت وصفوان؟ هو اللي بلش، وبعدين نحن راضيناه وبوسنا له راسه. وبعدين تعال هون، انت اللي عيب عليك تصف مع عمك ابو مرتك ضد اخوك الكبير؟ وانت باي حق بتاخذ مفاتيح بيت عمتك من شكريه؟ اسمع رجلي، انا لي حصه بهذا البيت مثل حصتك تمام، ومن حقي اخذ المفاتيح. انا مالي حاطط المفاتيح معي لانه بيطلع لي ورطه بالبيت، انا حاططهم معي امانه. ومين اللي حطهم معه؟ اسال ديبو. اسال ديبو شو قال له عمي ابو الضاح لما اعطايا ومسافر. سيدي هذا اللي صار، ضاعت ولقيناها، مو وقت هالقصص هلا. لا سيدي هلا وقتها. بعدين انت مو قلت لي انه نحن وصفوان اشترينا حصه اولاد ابو سليمان بالبيت؟ وانت ليش عم تسال؟ عم نسأل لأنه بدي أعرف شلون ابن عمك بدلل على البيت وبده يبيعه، ونحن شركاته ما لنا دريانين بشي. بعدين أنا ما قلت لك إنه نحن ما بدنا نبيعه للبيت؟ إيه صفوان ابن عمك بده يبيع حصته وبس. أنو حصة؟ صفوان في عنده أوراق طابه بتثبت إنه في إله ربع البيت، وسليمان الخشاب تنازل له عن وصايته بالبيت. هاي الأوراق مزورة. اسمع عبدو، أنا وعدت العقيد أبو فهد وعمي أبو محمد إني ما أعلق معك بنوم، بس بتعرف والله لو واحد غيرك رافع ايده على عمي ابو محمد بتعرف شو كنت سويت فيه؟ لا والله ما بعرف شو كنت سويت فيه. كنت كسرت له ايده وحملته اياها. شو بكون يا ابو شو بكون؟ شو في؟ روح 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 فوت على اوضتك انضب حاجة علاك. يلا لك قولي عم تحكي هالحكي. يا مو برضاي عليك، فوت على اوضتك. يلا كل من يطلع على اوضته يا مطلع. مال الله فوت على اوضتك. عبدو اطلع على اوضتك تقبرني بلا ما تهز بدنك اخر هالليل، وبكره من الصبح روحوا قسموا لهالبيت وخلصونا من العي كلياته. هو هيك يعني انت موافق نقسم البيت من اليوم قبل بكره؟ حرميه حرميه يا ابونا، خذوا سلاحكم واطلعوا على السطح، الرب يسوع معكم. الله يعطيك العافية يا ابني، ما قصرت فضلت علينا. لا يا سيدنا الفضل لله، هذا واجبنا. الشغلة اللي سويتها يا ابني خليتهم يهربوا، فكروا انه اجتنا نجدة من العسكر. تفضل تفضل. شرف شرف. زيد شرف.
نحن في معلومات عن وجود مخربين في مزرعة أنتو. هاي المزرعة قدامك، وقت اللي بتشوفوا حدا عدموه بالوقت وبالساعة. ياسين، الجماعة محوطين المزرعة. طيب شو بدنا نساوي هلا؟ لازم نروح من هون قبل ما يشوفونا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب السلاح اللي معنا وين بدنا نخبيه؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك. شو رأيك نروح نخبيهم عند مسعود بجوبر؟ ومين هذا مسعود؟ مسعود يلي كان رفيقه للمرحوم وضاح بالعسكرية. هو اللي خبرنا عن وفاة وضاح؟ هو بذاته. وبركة طلع جوان وراح خبر عنا. أعوذ بالله، شو هالحكي؟ مسعود زلمة قبضاي وبيعجبك، وأبوه استشهد مع يوسف بيك العظمة بمعركة ميسلون، وروحه عم تفرك فرك على ما ياخد بتاره. إذا هيك توكل على الله. يلا. لك ابني خليك معك اليوم، بتريح حالك بالسفر على القليلة. اخ يا ابونا اخ، والله لو قليش لاحات لطير طيران على الشام. الله يا رب يجمعك باهلك ويفرح قلبكم بلم شملكم. امين يا رب. يلا دعونا بخاطركم. مع السلامة. وفا مع السلامة. ابقى خلينا نشوفك. اكيد، وانتم شرفونا بزيارة بس تروحوا على الشام، خاطركم. مع السلامة. مع السلامة. اخي انا من البيت ما بطلع، انا الكبير بالبيت ومن هون ما بطلع. انت الكبير على عيني وراسي، بس الشرع ما عنده لا كبير ولا صغير. اخي لا ابوك ولا ابو الشيطان، انا هلا بروح بجيب المصاري من صفوان بن عمك وبعطيك حق حصتك بالبيت من حق المشغل اللي بعناه. نعم، ليش نحن مو على بنا اشترينا حصه من بيت عمتك بالمصريات تبعات المشغل؟ لا ما اشترينا، لانه صفوان بن عمك لما دري انه بدك تترك البيت وقف غير رايه. شو؟ والله مثل ما سمعت. تعوا اسمعوا على هالسمعه. لك نحن وافقنا نبيع المشغل لحتى نشتري حصة بيت عمتك موضح، لما واحد غريب يشتري بتقوم هلا بتقلي صفوان غير رأيه؟ انت السبب. انا السبب؟ روشي بحق المشغل منه. يلا نشوف. اخي انا عم فكر شغل المصاري بتجارة البيوت والعقارات، وهي شغلة بتدر علينا دهب، وصفوان منه لبيت عمه يصطفل. ايوه، معناته صفوان ضحك علينا وبيعنا المشغل. لا تقول بيعنا المشغل، نحن ما حدا جبرنا، بعنا بإرادتنا. لك بقول له تيس بيقول لي احلبه. بعدين تعال هون، ايمتى صفوان اشترى من بيت عمتك ام وضاح حصتهم بالبيت والمزرعه؟ شو بيعرفني؟ روح اساله له. لا ما راح اساله، ويكون بعلمك وعلمه انه اهل الحاره كلياتهم راح يوافوا بوشه اذا فكر يبيع ترابايه وحده من بيت عمتك ام وضاح. والله عال جايب لي اوراق طابه مزوره وبده يبيع ويشتري على كيفه. الاوراق ما انا مزوره. مشان الله يا امي، مشان الله خلصنا. لك الصراحة بحال سبيلة والقضيت. لك الله يلعن ابو المصاري اذا بدك تفرق بيناتكم. لك يا امو القصة ما لها قصة مصاري، القصة انه نحن بعنا مشغل ابو عبدون ويلاتي شيخ كارن ويلاتية بالشام وضواحية لحتى نشتري حصة ببيت عمتي ام وضاح، لحتى ما واحد غريب يشتري بيقوم هلا بده يقول لي صفوان. الله يلعن صفوان، لك اصلا كل مصايبنا جاية من وراه. ما حدا يجيب معدل اخي اذا سمحتوا. روح انقلي على اوضتك. وليه؟ وانت الثانية روحي على اوضتك كمان. لو بتناقص من هيك قعدة نكدية، اساسا انا رايحة على بيت اهلي، عبدون حالي لهنيك. بسيطة اختي بسيطة، انا هلا بعطيكم حقكم شندي وبشتري لكم ببقى بيت ابو نجيب بتراب المصاري. ايه بس بيت ابو نجيب صار خرابة، والله ما بينسكن. ايه دخيلك بيتصلح. لا يا، ايه بكلفنا بقى نتجحر. ما بدي صفوان. تقول لي بركض هترجعنا هالخمسين عصمالية بترحح شوي. أني 50 عصمالية؟ يو الخمسين عصمالية. خلاص طي، قومي فيقي ذكية، من نروح على الحمام هلأ بتزعل زهية خانو. قومي. مين زهية خانو؟ مرت مختار باب سريتي. اي ما بدي، وأنا كمان بدي روح معكم. يو ايه أخي، شو مشان 50 عصمالية؟ ما بدك ترجع لي شو؟ المزرعة مطوقة؟ ايه والله يا عقيد طلعت مطوقة. عبلها الواطي صفوان. أنا مزنور رشدي طلعت بمحلها. ايه نعم. ومنيح اللي رتبنا أمورنا على السريع. وين السلاح هلا؟ نقلناه على جوبر لعند صاحبي مسعود. أنت مالي إيدك منه؟ ايه لكن عقيد، مسعود زلمة قبضاي وبيعجبك. مين بتعرفوه؟ هذا مسعود الجوبراني يلي كان مع وضاح بالعسكرية، هو اللي جاب لنا خبره للمرحوم. ايه ايه ذكرته. المهم يكون زلمي أمين وقلبه على بلده. لا من هالناحية لا يكون لكم فكر بنوب،
الزلمة أبو استشهد مع يوسف بيك العظم بمعركة ميسلون رحمة الله عليهم جميعا. الله يرحمه. الله يرحمه. بس الزلمة ما بيقدر يخلي سلاح عنده أكثر من يومين ثلاثة، لأنه معروف إنه طفل فرنساوي والعيون مفتحة عليه. إيه معه حق. معناها بكرة إذا هديت الأوضاع بتنقلوها على ضيعة أبو محمد. لا لا عقيد، ضيعة أبو محمد بتكون مليانة جواسيس وعوينية والعساكر حايمين حواليها. والحل أبو خيرو؟ الحل إنه ننقل السلاح لهون على الحارة، بس بدنا بيت فاضي. البيت موجود، بيت عمي حمدي، من وقت ما توفت مرت عمي أم تحسين البيت ما حدا فاز. بعيد عن الشر وغني له بيت ابو نجيب ماشي حاله. والله يا عمي والله شو بدي لك، عاصصني قلبي من هالطلعه. يعني بتعرف كمان انا الكبير، الكبير ببيت ابي الله يرحمه عدنان. والله صهرك حق معه، يطلعوا هن صبحيه شباب. شو حكينا؟ ما حكيتي شيء، بس إذا كان بدك مرت أخي وولادها يتركوا البيت ويعطوه لعبده، افتحي جزدانك وناوليه حق حصة أهله. منين يا حسرة؟ اسكتي لك، اسكتي وخليكي ساكتة، خلصنا. بالله شو اسمها الضيعة عم؟ الضيعة اسمها عدرا وأنا مختارة. أهلين مختار. هلا قديش في من هون للشام؟ يعني على الفرس بدك شي ساعتين ثلاثة. أيوه كتر خيرك عمي. بس قبل ما تروح لازم نقوم بواجبك. كتر خيركم والله يديمكم. منين حضرتك الله بحييك؟ أنا من الشام. من أي حارب الشام؟ من الميدان. تعرف المختار أبو الضاح؟ شلون ما بعرفه؟ المختار أبو الضاح بيكون والدي. شو هالحكي؟ أنت ابنه لأبو الضاح؟ إيه أنا ابنه. يا ميت أهلين وسهلين، شرف معي على المضافة عمي، شرف. لا عمي بدك تسمح لي. أعوذ بالله، علي جيرة ما بتروح من الضيعة قبل ما تاكل بيحتك. وهي هي قصتي من طقطة للسلام عليكم. يعني هلا صار لك 8 سنين ما شفت اهلك؟ اي والله. قديش امك وابوك بيكونوا تلوعوا على غيابك؟ الحمد لله هانت، بقى مشان هيك يا مختار مستعجل كثير. يعني ماني مصدق على الله ايمت اوصل لعنده ونشوفه. معناتها ما رح نأسرك بالنومي عنا. هلا بتاكل بيحتك بتتيسر على بكي. الله يجبر بخاطرك ويديم عزك يا مختار، والله فضلت على راسي من فوق. ما حدا له فضل على حدا عمي، الفضل كله لربك. أبوك الله يذكره بالخير عمر بكل ضيعة بيت، وهذا البيت له. يسلم البيت وصاحبه عمي. عرفت شلون عمر بكل ضيعة بيت؟ لكان شلون ما عرفه؟ كان دائما يقول لي عمر بكل بلد بيت، يعني صاحب ومحب. إيه نعم. الله يديمكم. شرف يا أبي شرف، شرف يا عمو. يلا يلا شرفوا. بيتنا اشرح منه. طيب شو بدنا بهالقصة يا امي؟ نحن ما رح نشتري شري هلا، نستكري كري. ليش يا بي؟ يا بي اب فارس قال ابنه فارس احتمال يرجع يعيش بالبيت، فبقى ما بده يبيعه. قديش بدك راه؟ هلا ما بنختلف اب محجوب، انت شو بدك تصلح بالبيت وسكون فيه، واللي بتحطه بنخصمه من الكري. بعدين تعال اقول لك، هلا انت هيك بصير معك مبلغ مرتب، حصتك من المشغل فوق حصتك من بيت اهلك، بتفوت على السوق مثل النمر. ما يا ابو خيرو كتبت المكتوب يلي بدك تبعته لخيرو؟ بتعرف انك ذكرتني الليلة بدي اكتب له اياه. اكيد سلمنا عليها. على راسي. وانا كمان سلم لي عليها، قول له شو له. بكرام يا ابو زيدي. وقول له ابو شوما بيسلم عليه. على راسي خلاص، سلاماتكم وصلت. سلموا ديزيرو. على راسي عقيد. شو؟ يسلموا. ديزيرو الله يرضى عليك. امرني عقيد. طلع ديروا لرجدي ليك وقاعد برا. ايه على راسي عقيد، تأمر امر. اهلين ابو عجاج. اهلين تيسير.
عقيدة فهد عاوز اطلع جرش. وينه العجين؟ شحه جوا بالقهوة. يلا سريع. السلام عليكم. جربوا ابو عجاج شريف. شلونك عمي ابو خيرو؟ يا اهلين اهلين بالقبضاي ابن القبضاي. اهلين ابو شوم. هلا ابو عجاج. شلونك عمي ابو زهدي؟ تفضل الله. يا تيسير. نور معلم. شاي لابو عجاج. مو على عيني احلى كاسه شاي اخرج عشان لاحلى ابو عجاج. تسلم يا طيب. شلونك عقيد؟ لا عيلك. ايه يا ابو عجاج. مور عقيد. لك شو القصه يا ترى؟ هذا اكيد شاهر عياش ناوي يعمل شي الليله، بس ما عرفنا اش كان له شي بمزرعه ابو محمد ولا لا. الله يطول رايكم يا شاهر عياش انت ورشدي. لك والله لطل وراكم لحتى ارميكم بشر اعمالكم. والله تعال سعيد. امور معلم. روح جيب لي بريق شاي من القهوه. حاضر معلم. نسمع العقيد شاهر واللي معه شو عم بيحكوها. حاضر معلم. دير بالك ولا يهمك معلم. لا تخليهم يشتروا عليك. حاضر معلم. يلا. واحد اسمه سعيد الديكو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اهلين ابو ضايق. المهم فكرتك بدون شاي لمعلم ابو عدنان. معناها بعد صلاة العشاء بالتعب. ان شاء الله. شو عم بتساوي يا ابني؟ وقع المصريات. يلا. اتكلنا على الله. يا الله. بدك شيء يا بزيدي؟ السلام عليكم. شرف عبيد. والله لو ما بينت لنا عذرك ما خليناك تمشي بالوقت لو مهما صار. الله يجبر بخاطرك يا بختار. دير بالك عمي. دير بالك على الطريق وخليك صاحي. لأنه بعد شوي بتعتب العيد. وبدك لتصل على الميدان لبعد العشاء بالصبح. وخلي بارودتك بإيدك جاهزة. ولا يهمك عمي ولا يهمك. بعجبك انا. الله معك. مع السلامة. يلا بخاطركم. سلم لي على ابوك كثير السلام. بيصل عمي بيصل. يا مو. نعم يا مو. يا مو بتحضري لي حالك؟ السنة بدي روح على الحج أنا وياكي. عن حق تقبرني؟ إيه عن حق. وحجتك كلها على حسابي بإذن الله. إيه تقبر قلبي. إلهي وفقك. بدك تحجج أمك من مصاري فردوس؟ إيه شو فيها؟ فردوس مرتي ومصري ومصريها واحد. مصاري مرتك كلها حرام بحرام، وما بجوز تحج أنت وأمك بمصاري حرام. ليش حرام؟ إيه لأنه شغل مرتك كله كذب ودجل على العباد. لا يا أختي لا. فردوس شيخة والكل بيشهد لها بهالشي. انت بتقولي عنها كذابة؟ يا مو كنت ام صفوان مو صار لها اكثر من 5 سنين واقفة على ايدها مشان تحبر. مزبوط لك بنتي، بس كله بامر الله. لك بعدي اسمه الله. ها يعني اذا ما حبلت بامر الله، واذا حبلت بتكون فردوس هي اللي خلتها تحبر. جرش ديابو؟ ايه مرت عمي اجى لبس اوعي واخذ فردو طلع الفرس من الباكي وما بعرف لوين راح. لوين بده يكون راح؟ والله ما بعرف. قال واصل مشوار. الله يصلحه ويهدي. الله يصلحه ويهدي. الله يكرمك
وين بيكونوا راحوا أهلي؟ معقول يكونوا عند بيت خالي أبو عبدو؟ شو ما عرفني؟ شو بنا عبدو؟ أنا وضاح ابن عمتك، طلع فيني منيح. وضاح ابن عمتي؟ يا عبدو شو بقى؟ طلع فيني منيح، وضاح ابن عمتك. لك إيه والله. لك أنت وضاح، تعليل. لك قليل يا عبدو. لك قليل. يا مو، يا مو، أنت من رسالته عايش. شرف شرف. يلا لحظة. يا مين تعليل وسهلين. شرف. يلا يلا. شرف. الله حيوة ابن مرد. يا ابو يا ابو يا ابو وضاح رجع. اهلين عليا، شلونك؟ هاي مو عليا، مو عليا، هاي شكرية مرته لرشدي. شو هالحكي؟ خزيت العين؟ يا مرت خالي؟ والله رح اوضح. يتقبرني. شلونك مرت خالي؟ كيف صحتك؟ تقبر قلبي، والله مشتاق. الله يسلمك يا رب. شو وينه خالي؟ ماني شايفه، والله مشتاق لك ومايات، وروحي عم تغرف غرف على ما ضمه وبوسه من شواربه. شوفي مرت خالي، شوفي عبدو. بس مشان مسعود عقيد، ترى والله خايف ينكمش السلاح عنده، بيروح فيها. لا ما يخاف، ان شاء الله ما بينكمش. طالما انا عندنا سلاح لعند ستو، وستو حرمه ختيار على حفه ابره، ما حدا بيشك فيها. يلا شرفوا يا رجال، شرفوا. عشت عشت ابو فهد، يلا تصبح على خير. يلا السلام عليكم. السلام عليكم عقيد. سلامي. يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك. فوت لحط لك لقمة لتاكلها، اكيد جاي جوعان. شيخي ماني جوعان، ماني جوعان. ما عندك جيب لي المفاتيح. يا ابني بيتكم مهجور صار له 4-5 سنين. شيخي كرمال الله، قل لي اذا بدك تعطيني هالمفاتيح اعطيني اياهم، ما بدك تعطيني اياهم قل لي ما بدي اعطيك المفاتيح. ليش حتى ما اعطيك اياهم؟ البيت بيتك، كل مفتاح من حقك. تكل اجيب لك اياه. لحظة. يلا بسم الله. أنت الذي
الذي وعد المزيد الموسك سبحانك يا رب. الحمد لله رب العالمين. ايمي هالصفرة شبيك؟ ليش مالك على بعضيك؟ بدي بشرك بشارة. بشارة؟ بشارة شو؟ وضاح رجع. شكرية، وضاح مات من 6 سنين. إذا مالك بصدق روح اسأل أمك. يا مو يا مو يا مو، عن حق وضاح عايش؟ إيه يا مو. ولا كان عم لك وين راح؟ راح على بيته. لك شلون بتخلوه يروح؟ لك أمي والله عجزنا فيه، عجزنا، بس ما كان يرضى يضل عنا. وشلونه يا مو؟ كيف شفتوه؟ فيه شيء متغير ولا لساته مثل ما هو؟ الله يكون بعونه يا مو. لو تشوفه ما بتعرف. الحقوا لك أمي الحقوا، بركي بيرضى يرجع معك. ليش هو دريب اللي صار؟ أخوك عبده حكى له على كل شيء صار. وشلون بخبره؟ طيب كان يستنى له كم يوم؟ لك أمي هو سأل على أهله وسأل على رويدة، أم أخوك قال له؟ طيب كان يقول لهم أنهم مسافرين هن ورويدة، وبعد كم يوم منخبرهم بالهداوة؟ هذا اللي صار يا أمي، هذا اللي صار. بس ما حكينا له عن جوازته من صفوان. إيه منيح أمي، أحسن، منيح إنه ما قلتوا له. يلا أنا رايح على الجامع صلي الصبح وخبر العقيد وكبارية الحارة، مشان يروح لعند منه. الله يتقبل يا أمي، الله معك، الله يقول. شيخي يعني الله وكيلك، الله وكيلكم. اليوم اجى لعندي على البيت واخذ مفتاح ولكم بيته هو. عمر افتح خالي، افتح، انا خالك ابو صفوان. تعبان، ما لي حس عليكم. والله عم نحكي مزبوط الشيخ نزيه. اي والله مزبوط. يلا يا جماعه، ما انا بعذر بنرجع. شرفوا لعندي على المضافي. شرفوا يا جماعه، تفضلوا لعندي انا على المضافي. شرفوا. اسمع لك، انا عندي مكتوب لازم ابعثه لخيره، وبس خلصت ببر لعندك. يلا السلام عليكم. اذكر له انه وضع رجع. ما في حدا معك. السلام عليكم. معك يا شيخ، امشي معي. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا وضح رجع على الحارة. الحارة كلياتها دريت، معقول انت لا ما دريت؟
خير ابن عمي؟ شو عم تفكر؟ لا دخلك جبتوا له سيرة انه كتبت كتابي على رويدة؟ لا والله يا ابن العم، ما استرجينا نحكي له، قلنا له انه طفشت وما بنعرف وينها. وليش ما قلتوا له؟ شو ليش ما قلنا له؟ يا الله يعينه الزلمي، لما ندري بقصة غياب امه وابوه رويدة جن جنانه، الا ما بدنا نزيد مصيبته مصيبة ونخبره انك كاتب كتابك على حرمته. اخي انا كتبت كتابي على ارملته مو حرمته. والله اذا بدك يا يضرب خبره، يعني ما انا فارقة كثير، بس انا قلت لك الزلمي مانه بعقلاته وطايش حجره، يعني مشان ما يصير عيب بينك وبينه، لانه وضاح بأوصك. يا وصلي ما فشار. طب بس بتعرف اب مهجور، والله انت عم تحكي الدغري. لك اخي بلا ما نقول له هلا احسن. لك اخطي كما بدنا نركب له فوق مصايب ومصيبه. اخي بكره بس نرجعيت بيضرب القصه وقتها يبلت البحر. ماشي هاو الشيء انا بدي امشي. لا سلامتك، بس دير بالك اب مهجور مثل ما نبهتك. اخي انا من رايي ما تجيب له سيري، ونبه كمان على رشدي والحريم. لك اخي حرام اخطي، لك اخطي. يلا السلام عليكم. ميسرة. يا ميت اهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم يا صبايا. السلام عليكم. يا شو الله يخليك شو قلبي. وين ماما؟ يا ليلى فرنسا. طبعا. هاتي ميسرة. اهلا وسهلا. يا لاما. نورتوا والله. تفضلوا يا جماعه تفضلوا. شلونكم؟ ان شاء الله بخير. والله يا عم لطفي كنت اجي لعندك على البيت، هنيك برجعت وضاح بالسلامه، بس دريت انك انت عند معبدو، قلت يلا بجي بهنيكم انتوا التنتين. يبعث لي حمى عليه على هالجي اللي اجا. حسرت قلبي، صار يتمنى لو انه مات وما اجى. بعيد الشر عن قلبه. والله انا وابو لطفي هلكنا ورحنا ندق الباب عليه ما كان يفتح، بدي اطمن عليه غري قلبي. ابي يكون تعبان من السفر ونايم. يا رب الهي يصل الخبر لامه وابوه مشان يرجعوا ويجبر بخاطرهم ويشوفوا. وضاح ماله نايم، يلي بحالته ما بيجينه. يو كان ليش ماله عم يفتح؟ ما بده يشوف حدا. انا هيك حسيته من لما طلع من عنا. يو منين بده ياكل؟ بيته صار له سنين وايام مهجور. ايه والله ليش هو إله نفس ياكل؟ يا ولي على قامتي دمعة المي ما كانت تنزل بحلقه. يا مو خلي آخر جدي يروح لعنده من فوق الأسطوح وينزل له أكل. إيه والله ما إجت ببالنا، ما في غير هيك. رشدي الحمد لله على سلامتك. شلونك يا رشدي؟ الحمد لله. وانت شلونك؟ اخ يا ابو عجاجة كسر ظهري بعد ما رجعت هالحالة. لك يا ريتني ضليت محبوس طول عمري ولا دريت باللي صار باهلي وحرمتي. وحد الله ونمر. لا اله الا الله. يلا قوم معي لنروح، خلينا نروح على البيت منشان تتغسل وتاكل لك لقمتين وتقعد وتستقبل الناس، اهل الحاره كلياتهم فرحانين فيك ومشتاقين لك وبدهم يشوفوك ويسلموا عليك. اهل الحاره، اهل الحاره لو انهم اولاد اصل ما كانوا بيقولوا عني خاين، انا خاين لك رشدي.